أقرضت شخصا ما مبلغا من المال، علمت أن حقي هل يجوز لو أحد أعطاني صدقة له أخذ حقي منه؟ لا أوصلها له، يعني زيد من الناس أنت اقترضت منه، عفوا أنت أقرضت زيدا 1000 جنيه، هات يا زيد 1000، قال مالكش، فواحد أعطاك مال قال سلمه لزيد، سلمه لزيد، أدي الأمانة إلى أهلها في هذه الحال، إنك ستجلب على نفسك ظنونا سيئة.